بعد غياب 20 عام عودة لورا عماد زوجة شريف منير بعد كل هذه السنوات. تصدرت الفنانة لورا عماد زوجة الفنان شريف منير محركات البحث خلال الساعات الماضية بعد إعلان عودتها مرة أخرى للتمثيل من خلال إحدى حكايات مسلسل نصيبي واسمتك بعد غياب سنوات عن الساحة الفنية. نشرت الفنانة لورا عماد فيديو لها عبر صفحتها الشخصية وقالت النهاردة أول يوم تصوير ليا، رجعت تاني أمثل وأنا مبسوطة. نصيبي واسمتك الجزء الرابع حدوتة وانسى روحي وياك. على الفور بات الرواج يتساءلون عن الفنانة ويبحثون عنها وعن سبب اعتزالها لسنوات. جدير بالذكر أن الفنانة لورا عملت في البداية كموديل الإعلانات، ساعدها طارق التلمساني في الدخول لعالم الفن والتمثيل، وكان أول عمل لها فيلم البطل عام 1998، ثم شاركت في عدة أعمال واعتزلت الفن مبكرا عقب زواجها من الفنان شريف منير. بعد اكتشاف التلمساني لها قدمها إلى المنتج سامي العدل للمشاركة ببطولة فيلم البطل عام 1898، ثم قامت بعدد من الأعمال الأخرى. شاركت لورا في عدة أعمال قليلة جدا، وهي لو كان ده حلم وسوق المتعة وأرض الخوف مسلسل الرجل الآخر والبطل. جمعتها قصة حب بالفنان شريف منير كللت بالزواج وإنجاب ابنتين وهما فريدة وكاميليا. أشار شريف منير في أحد اللقاءات التلفزيونية السابقة أن لورا كانت تخدم زوجته الأولى بعد إصابتها بمرض السرطان، وأن أولاده من زوجته الفقيدة يرتبطون بها كثيرا. قد أوضحت الفنانة لورا من قبل وقالت أن الاعتزال لم يكن ممهد له، ولكن كان بالصدفة، فهي لم تقرر من البداية عند زواجها. وأوضحت أنها عندما أنجبت ابنتها فريدة لم يكن لديها أي شخص تعتمد عليه كي يساعدها في تربيتها حتى تستطيع هي متابعة عملها، لذا كان قرارها بتفضيل أسرتها وتربية أولادها. عن حياتها مع شريف منير قالت أنه في البداية كان الأمر صعب لأنها كانت صغيرة وهو فنان مشهور، وكانت تشعر بالغيرة، لكن بعد ذلك أصبح الأمر أهدى بكتير ولا تشعر بالغيرة بسببه لأنه شخص تثق فيه، موضحة أنه تغير كثيرا بعد زواجهم وأصبح يشعر بالمسؤولية بشكل أكبر، لكنه في نفس الوقت بداخله الفنان المجنون، فهو إلى جانب التمثيل يعزف على الدرامز ويحب السهر. وأكدت لورا أن منزلهم يتم فيه الاحتفال بكل الأعياد المسلمين والمسيحيين كونها مسيحية الديانة. كما نشرت الإعلامية أسماء شريف منير على حسابها الشخصي صورة لزوجة والدها الفنانة المعتزلة لورا، وعلقت أسماء على الصورة قائلة الست الجميلة اللي في الصورة دي هي لورا مرات أبويا. ايه ده، هو في مرات أب حلوة كده؟ أمال فين الحوافر والعيون الشريرة؟ مش مرات أب يبقى أكيد لازم تكون شريرة وبتعذب الولاد وبتشغلنا في البيت، ده اللي المجتمع والأفلام دايما بيصدروا. بس الحقيقة إن الست دي من أطيب وأجمل وأجدع الستات اللي في الدنيا، عمرنا ما اتخانقنا، يمكن اختلفنا مرة بس عمرها ما تعدت على حقوقنا ولا التزامات أبويا لينا. أما أخواتي أو بناتي عشان هم صغننين هي عيلتي وحبيبتي، لما بزعل مع أبويا بتقف جنبي حتى لو هيتخانق معها، أنا وهي أصلا شخصيتنا قريبة من بعض، بتفهمني وبتحس بيا. أنا عمري ما اتكلمت عنها عشان هي بعدت عن الأضواء من زمان، بس حسيت اني لازم اقول لها اني بحبها وبحترمها واديها حقها. وعشان اقول لاي ست لو انت مرات اب الاولاد لازم تتقي ربنا فيهم وصاحبيهم وحبيهم،
كأنهم ولادك، وربنا هيجازيكي كل خير وجوزك هيشيلك فوق راسه. بحبك يا لولو قوي، وربنا يخلينا لبعض كلنا دايما، وشكرا على كل حاجة حلوة عملتيها لي. وبالمناسبة هي بتعمل أفكار حلوة قوي على الانستجرام، تابعوها. جدير بالذكر أن الفنان شريف منير تزوج في بداية حياته من خارج الوسط الفني بالسيدة ناهد، وأنجب منها أسماء وفؤاد، وكان لا يشعر بالحب معها حتى التقى بالفنانة لورا، فشعر أنها وجد حبه الذي ظل يبحث عنه كثيرا، فارتبط معا بقصة حب رائعة توجد بالزواج عام 1999، حيث كانت تعاني زوجته الأولى من مرض السرطان. وبعد الزواج اعتزلت الفنانة لورا للفن لعلمها بظروف زوجها وظروف مرض زوجته، فاعتزلت لتتفرغ لشؤون بيتها ورعاية زوجها وأولاده وزوجته المريضة. فكانت لفتة جميلة منها جعلته يكن لها كل الحب والاحترام، واعتنت بأولاده وزوجته الأولى إلى أن توفاها الله، ورزق منها الفنان شريف ببنتيه فريدة وكاميليا. أما ابنته الكبرى أسماء، ومشهورة بأسماء، شاركت في أكثر من برنامج ومتزوجة، ولها ابنة تدعى لارا. تعرض الفنان شريف منير مؤخرا للهجوم عندما قام بنشر صورة لابنته كاميليا وفريدة أمام موجة من الهجوم. هذا اضطروا لمسح الصورة تحت إلحاح من زوجته وبنتي، ثم أعاد نشرها مرة أخرى وتوعد كل من يسيء إليه أو لأحد من أسرته باتخاذ الإجراءات القانونية.